تمام تمام يا باشمهندس. ماشي تمام يا باشمهندس. دي عبارة عن شنطة عدة. ماشي. لا لو انت مش شايف تعالى انا اهو تايم عشان الشنطة ايه اشرح لك كل حاجة فيها. ماشي. دي عبارة عن شنطة عدة بستخدمها ماشي في اللحام. ماشي. اللحام من أي نوع؟ اللحام من أي نوع؟ في عندي برد الكترونيه اللي انا بستخدمها في الدوائر الالكترونيه. ماشي. دي بثبت عليها مكونات الكترونيه سواء مكثف او مقاومه او ترانزستور او اي سي او اي حاجه. فبالتالي لازم استخدم ايه؟ لحام. اللحام ده ليه عدد وليه استخدامات وليه طريقه استخدام معينه. انا ما بلحمش اي حاجه. ماشي. ليه طريقه معينه في اللحام وطريقه تثبيت البورده ازاي عشان اطلع نقطه لحام في الاول تكون كويسه، تاني حاجه الاطراف ما تكونش ايه ملمسه بعضها، كل طرف يكون بعيد عن ايه التاني، كل طرف يكون بعيد عن التاني. طيب باشمهندس رباص، الاقي عندك هنا بورده الكترونيه ماشي بس مش اختبار الا حاجه. ادي دي عباره عن بورده ماشي بثبت عليها المكونات الالكترونيه اللي هي سواء مقاومه او مكثف او ترانزستور او اي سي. ماشي. بتلاقي هنا شريحه نحاس بالطول. الشريحه النحاس اللي بالطول دي على كل الاطراف بكون ملمسه لايه؟ بعضها. بكون ملمسه ايه؟ لبعضها. طيب اما دي شريحه ثانيه، دي شريحه ثالثه، دي شريحه رابعه. بس بيكون في بينهم الشريحه الاولى والشريحه الثانيه في ايه؟ فصل. في فصل ما بين الشريحه الاولى والشريحه الثانيه. طيب انا دلوقتي طبعا لما تخش معمل اللحام انت بنفسك انت اللي هتعمل البورده الالكترونيه دي. ايه ماشي؟ انت اللي هتعملها بنفسك. هتعملها ازاي؟ بيكون بورد عباره عن شريحه نحاس كامله قطعه واحده. بيكون ايه؟ قطعه واحده. بشوف انا طريقه خط السير اللي هي الدايره اللي انا اصممها، طريقه خط السير بتاعي ماشي بصممها على كارته وبالتالي بنزلها على ايه؟ الحامض بتاعي بعد ما ثبتها بايه؟ بقلم ماشي يمنع الفواصل بتاعتي. طيب انا دلوقتي الشنطه دي اللي انا بستخدمها كلها اول حاجه بيكون فيها عدد بستخدمها زي ايه؟ بعض المفكات. ماشي. مفكات عاده، ده اسمه مفك عاده ماشي، وده اسمه مفك صليبي. مفك عاده ماشي اهو بالشكل ده كده، وده اسمه مفك صليبي. ده ليه استخدامه وده ليه استخدامه. وطبعا عندي في احجام مختلفه، في احجام مختلفه من المفكات العاده والمفكات ايه الصليبه. كذلك برضو اهو اهو ده برضو مفك صليبه ها، وده برضو مفك ايه عاده اهو بشكل ده برضو تاني معايا. طيب كل دي اهي. طيب عندي بعد كده ده اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ ماشي اسمها زراديه. اسمها زراديه معايا. دي بستخدمها في ايه؟ حد يعرف؟ اقطع ماسك السرود او اقطع السيك ماشي او امسك ممكن استخدمها زي ما احمد بيقول امسك بيها ماشي او لا ما تيجي الجروب بتاعك امسك بيها لالا اقشر بيها سلك كهرباء اشيل العازل بتاعي عشان اظهر السلك بتاعي ماشي لالا الضم ايه اعمل عمليه ربط ما بين الاسلاك وبعضها ماشي عشان اقدر ايه اتحكم فيها. ما اربطهاش بايدي، لا لازم اربطها في طريقه فنيه للمسك. بص انا ماسكها ازاي اهي، في طريقه معينه لمسك العده مش همسكها اي حاجه. لا دي اول حاجه ايه ماشي بتاعتك ماشي ست كويس بتاعتي دي صباح
ماشي. في طريقه معينه لمسك العده، مش همسك العده اي حاجه، بس انا ماسكها ازاي عشان اقدر افتح واقفل ايه الزراديه. ماشي. طب انا دلوقتي معايا قطعه من السلك، عايز ايه اقشرها او عايز ابين او اشيل العازل من عليها، اعمل ازاي؟ شايف انت السن ده؟ ماشي. اجي كده بشكل بسيط امسك كده واجي ايه اجرح السلك العازل بتاعي بالراحه، وبعد كده امسك بزراديه تانية واقشر ايه السلك بتاعي. معايا؟ طيب في نوع تاني لتقشير السلك اهو، القشره بتاعت دي قشاره. معايا؟ دي بيكون ليها مقاسات للسلك بتاعي، كل خانه من دول لنوع من السلك، لنوع من السلك. تمام. معايا؟ بدخل السلك طبعا واجي ايه اعزل، يعني ده اقدر اقشر بالسلك وده اسمها قشاره ايه سلك. معايا؟ طيب دي اسمها ايه؟ كوب. بتمسك الحديد دي اسمها منجله. منجله بس احنا كنا بنشوف في الورش منجله بحجم كبير، لا المره دي احنا هنشوف منجله بحجم ايه صغير. بثبتها ازاي؟ على البنش بتاعي كده اهو. ماشي. طبعا البنج ده كيرف شويه بس اللي هناك بنجات ايه معدول، واجي ايه اثبتها من تحت، واجي ايه اثبتها من تحت. ممكن انا دلوقتي اوعى كده دي طريقه ايه اهي مستوي، اقدر اثبت فيها المنجله من هذا الشكل اهي. ثبت المنجله. طب انا بستخدم المنجله في ايه؟ انا بستخدم المنجله في حد يعرف ان هي تمسك حاجه ولا حاجه؟ انا بشغل ايه دلوقتي؟ برد. في اللحام، في البرد تمسك الحديده ولا تمسك البرد؟ الله ينور عليك. ادي البرد، بثبت البرد. طب بثبت البرد ده ليه؟ عشان اقدر اشتغل فيها، عشان اقدر وانا ماسك الكاويه والقزير ما امسكش كذا حاجه في بعض، ما امسكش، انا امسك في ايد كاويه وفي ايد قزير، اقدر ليا ايد ثالثه عشان امسك البورده؟ لا، انا بثبت البورده على ايه؟ على المنجله، عشان اقدر احصل على نقطه لحام جيده، عشان اقدر احصل ايه؟ على نقطه لحام ايه؟ جيده. معايا؟ وفي نفس الوقت القزير ما يزيدش معايا يلمس للطرف الثاني، فبالتالي يحصل قفله على البورده. ماشي. لازم كل نقطه تكون مستقله ايه بذاتها، ما ينفعش تكون نقطه اللحام كبيره، لا ليها حجم، ليها حجم. معايا؟ طيب دلوقتي لو انا بلحم ولقيت نقطه القزير زادت معايا وعايز اشيل القزير ده من على البورده اللي قدامي، اشيلها ازاي؟ ازاي يا باشمهندس؟ عادي، في حاجه او اسمها ايه شفاط، ده بيستخدم في ايه؟ لسحب القزير من على الايه، من على البورده. طب ازاي يا باشمهندس اسحب القزير من على البورده؟ اهو في سوست عندي اهي، وفي زر بدوس عليه يشفط للايه الازير من على ايه، من على النقطه دي. طب ازاي يا باشمهندس؟ عادي كده كده دي متثبته على المنجله وعندي الكاويه. ماشي. بسلط سن الكاويه على نقطه الازير، بسلط نقطه سن الكاويه على الايه، على نقطه. طب ازاي عمودي؟ لا، بزاويه ميل، بزاويه ايه ميل. طيب اهو وليكن اللي ده كاويه اللحام. ماشي. اهو باجي هنا اهو بسخن نقطه القزير واجي كده تمام، خرمشي بس اللي ما يخرماش الكاويه دي وظيفتها بس. ماشي. اللي هي سياح نقطه القزير. معايا؟ بس في نفس الوقت شرايح النحاس دي رقيقة جدا، رقيقة جدا،
ما جيش اسلط سن الكاويه مده طويله على شريحه النحاس. لازم كل الخطوات دي تكون بسرعه، عشان لو سلطت الكاويه مده طويله على شريحه النحاس تلاقي شريحه النحاس ايه؟ اتقطعت معايا. ماشي؟ بدل المعالج لا بوظت. فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ يبقى انا كده اول حاجه بسحب الشفاط لتحت، ماشي، سن الكاويه بزاويه ميل كده اهو، وعلى النقطه بص خطوه كده اهو، ماشي، واجي كده صح. ممكن تسحب معاك من مره وممكن تسحب معاك من مرتين عادي. اجي بعد كده بعد ما اسحب انزل الازير اكيد مرتين. فهمتوها ولا ما فهمتهاش؟ طيب اجي بعد كده، طب المفك ده يا باشمهندس وظيفته ايه؟ عرفني ان في كهرباء ولا لا. الله ينور عليك. وليه استخدام تاني؟ يعني ده انا بختبر طرف الكهرباء من خلاله، تاني حاجه ماشي الاقي ايه؟ مفك تست فين؟ دي السن. السن ده وظيفته ايه؟ لو نقطة الأزير أو في رايش له باجي ايه؟ بالظبط، عشان أدخل طرف المقاومة أو المكثف أو الأي سي أو الترانزستور سي، تكون العملية سهلة بالنسبة لي في تثبيت العنصر الإلكتروني، في تثبيت العنصر الإلكتروني على البوردة بتاعتي. كده تمام؟ في أي مشاكل؟ في أي صعوبة كده؟ طيب. اجي هنا اهو بلاقي فرشه، دي عمليه ايه؟ تنظيف بايه؟ للبورده. دي وظيفتها عمليه تنظيف لايه؟ للبورده. طيب في حاجه تاني، ده وانا بدخل سواء اي عنصر الكتروني من اي حاجه، مقاومه، مكثف، ترانزستور، بكل طرف او طرفين او ثلاثه او اربعه. طيب انا بثبت دلوقتي، بدخل العنصر الالكتروني من على الجنب ده، ماشي، عشان الاطراف بتاعتي تظهر من هنا والحم من الجنب ده، والحم منين؟ من الجنب ده. طيب انا دلوقتي عايز اشد الطرف بتاعي بتاع العنصر، اشده ازاي؟ بايدي؟ لا، انا ما بستخدمش ايدي في اي حاجه خالص، كل حاجه من خلال الشنطه دي، دي اسمها شنطه ايه؟ العده او شنطه اللحام، ماشي. طيب اجي اهو ادوس كده، ماشي، ده عباره عن جفت، ماشي، بشد الايه؟ الطرف بتاعي معايا. وصلت ولا ما وصلتش؟ طيب بعد ما ادخل الاطراف بتاعتي واثبت العنصر الالكتروني من الجنب ده، باجي بعد كده ايه؟ الحم الاطراف بتاعها. برضو الكاوية يكون بزاوية ميل، تاني حاجة الأزير على ايه؟ طرف الكاوية، بس ايه؟ ما غبش بالأزير، لا، هي إيه تبقى بتربط معايا وتديني شكل جمالي ودايرة صغيرة، عشان كل ما زادت نقطة اللحام كل ما قربت على الطرف الايه؟ الآخر بتاعي. معايا؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ ده عبارة عن ايه؟ شبك منوط. شبك مين اللي قال منوط؟ شايف كوافير يد ولا ايه؟ هي شبك في حاجة كده بتفكها، هي وردة كده وحاجة وبتفتحها. لا لا لا، ماشي، ده لو في أي مكان، لو في البوردة نفسها في مكان ضيق جدا وعايز أسحب العنصر بتاعي بزاوية، أهو أهو جاي أهي بزاوية، ها؟ جاي بإيه؟ بزاوية معايا. طيب زي إيه؟ الصافة. وظيفتها إيه؟ يعني عندي الأطراف بتاعت العناصر الإلكترونية، مش هصفة المشكلة اللي هو لازم البتاع ده يكون بيصور،
دي الصافة. انا عندي بعض العناصر الالكترونيه بيكون رجلها ايه ارجلها طويله، فبالتالي هل انا اخلي الارجل دي طويله زي ما هي ولا بعد ما اقوم بعمليه اللحام اعمل ايه؟ او الصح معايا، بحيث ان الشكل الجمالي بتاع الدائره الالكترونيه يكون حلو، الشكل بتاع الدائره الالكترونيه يكون شكل جمالي معايا. طيب كذلك برضو في نوع تاني من ال الزرادية الزاوية، ادي التالت ده. احنا طبعا كلنا شفناه في البيوت بتاعتنا بس بحجم اكبر، ماشي بحجم ايه اكبر. ده وظيفته ايه؟ ساعات بيكون البرد الالكترونية دي متثبتة بصوامير مسامير وصامولة من تحت. طب انا عايز افك الصامولة، افكها ازاي؟ بالمفك بالمفتاح ده، ده اسمه مفتاح ايه؟ انجليزي. ايه؟ مفتاح انجليزي، ماشي؟ ليه كذا مقاس من الصواميل اهو، انا اللي بتحكم فيها في الفتح والقفل وحجم الصامولة بتاعتي وحجم الايه؟ الصامولة بتاعتي معايا؟ طيب ده اهو، ده وظيفته ايه؟ من هو كشاف اشوف البورده فيها فورم ولا لا، ماشي. لا ده كشاف، لو المكان عندي مظلم بضطر ايه اشغل الكشاف لو انا مش شايف كويس. بس انا دلوقتي لما تخش في معمل اللحام في عندي كل الحاجات المنجله دي متثبته وفي عندي كشاف وعدسه كبيره، ماشي، غير ايه الكشاف ده. الكشاف يبين لي عشان وانا بلحم على البورده الالكترونيه بتاعتي معايا. طيب ده جفت بقى، ده برضو جفت بس بشكل اخر، بشكل ايه اخر. طيب انا دلوقتي بعد ما صممت البوردة بتاعتي وبعت خطوط من النحاس، عايز ابين الاماكن اللي هتخش فيها العناصر الالكترونية اللي هو اللي اتقاب دي. طب هتقوبها ازاي يا باشمهندس؟ من عناية الاثنين. احنا في البيو كنا بنقول ايه على اسمه شنيور، ها؟ بس ده هيكون شنيور ايه؟ مصاخر، هيكون ايه؟ شنيور مصاب. بشوف انا الطق اللي انا هتقبه سيان 3 ملي 2 ملي 1 ملي على حسب، بثبت البنطة بتاعتي واقفل تاني عليها، ودي فيشة الكهرباء وادي الزر اللي بيشغل لي ايه؟ الشنيور. واجي اهو طبعا بكون دي مش ماسكها في ايدي، دي انا بثبتها على المنجله كده، واكون دايما حساس وانا بدخل، بكون حساس وانا بدخل. ليه يا باشمهندس؟ عشان انت دلوقتي لو مسكت دي بعزم قوي وجيت بتتقب ممكن التقب نفسه يفلت منك تكسر لي ايه؟ البورده. فلازم ولا بد تكون حساس وانت بتطلق على البوردة الالكترونية. كلام واضح للناس كلها؟ طيب انا تقفل بيكون في رايش، بيكون في رايش، بنضف الرايش بايه؟ بالفرشة بتاعتي، بالفرشة ايه؟ بتاعتي. طيب ده عبارة عن ايه؟ قطر. وظيفته ايه في الشنطه دي؟ وظيفته ايه في الشنطه دي؟ انا وليكن الازير عندي زاد وشفط، بس انا برضو في حاسس ان الطرفين اللي عندي ملمسين عاملين شورت، عاملين ايه؟ شورت.
فبالتالي بعمل ايه بالقطر؟ نفس ما بين بفصل ما بينهم. طب اتاكد ازاي يا باشمهندس اللي شرحتهم دول فصلوا عن بعض؟ احنا كلنا خدنا جهاز المالتي ميتر، تعرفوه الافو معايا. الافو في حاجه اسمها في جهاز الافو وضع اسمه وضع البزر. وضع البزر ده الوضع ده بستخدمه امتى؟ بس ما اجي اكشف على الشريحتين دول ملمسين في شورت ما بينهم ولا لا، ماشي، او السلك ده مقطوع ولا لا. لو هو مش باين بالعين المجرده، فبكشف من خلال جهاز المالتي ميتر. ليه سميته جهاز المالتي ميتر؟ عشان متعدد الاغراض. عشان ايه متعدد الاغراض؟ يعني ايه متعدد الاغراض؟ يعني بقيس بيه كذا حاجه، بقيس بيه مقاومه، بقيس بيه مكثف، بقيس بيه ترانزستور، بكشف على الاعطال، بقيس بيه جهد، بقيس بيه تيار، سواء جهد متغير او جهد مستمر، اي سي او دي سي، ماشي. كل الكلام ده كلام واضح للكل؟ ها افصل دلوقتي. فرشه سلك، فرشه سلك دي بستخدمها لتنظيف سن كاويه اللحام، وبستخدمها استخدام اخر. باجي عشان نقطه الازير تقبل معايا بسرعه، باجي اعمل ايه؟ بعمل اكن تجريح بسيط على البورده عشان يلقط سن ايه الازير معايا على طول. معايا؟ عشان ده بيكون ناعم، فممكن نقطة الأزير تهرب مني. فعشان نقطة الأزير تثبت في مكانها لازم أعمل لها نقطة إيه؟ زي الخشونة بالظبط. ماشي؟ في أي مشاكل كده بهوات؟ في أي صعوبة؟ ها؟ طبعًا في بعض إيه؟ الأحجام من السنون عشان على حسب التقب بتاعي أنظف إيه؟ التقب بتاعي عشان لتثبيت العنصر الالكتروني. معايا ولا مش معايا؟ طبعا بيكون في بعض المفاتيح، ده مفتاح بلدي من ناحيه ومفتاح مشرشر من ناحيه اخرى. ليه يا باشمهندس؟ بدل ما انا استخدم ده اللي هو المفتاح الانجليزي، ممكن استخدم ايه؟ ده على حسب حجم الصامولة او مقاس الصامولة بتاعت من ناحية بلدي من او بنسميها بعادة، ومن ناحية اخرى ايه؟ مشرشر. ها؟ طيب في طبعا في بعض المقاسات عندي اهي موجودة عندي. طيب في عندي تاني بردة علبة لتخزين العناصر الالكترونيه، ماشي، دي اسمها بنسميها علبه مكونات او لحفظ المكونات. يعني علبه مكونات او لحفظ الايه؟ المكونات. دي بخزن فيها العناصر الالكترونيه اللي هو سواء مقاومه اهي، ها، مكثف، ماشي، ومكثف اخر بشكل اخر، ماشي. طيب وادي الترانزستور، بكل 3 ربع. معايا بقى وقت ولا مش معايا؟ نكتفي ونخش على الجروب التاني.